السلام عليكم. لعبة الشاحنة الرائعة، اللعبة الأوروبية المميزة. في هذه اللعبة صديقي سوف تعمل كصاحب شركة. في البداية كل ما عليك فعله هو القيام بكتابة اسم الشركة الخاصة بك كما تشاهدون. تستطيع اختيار أي اسم تريده أو أي علامة تجارية خاصة بك. بعدها تستطيع الدخول إلى لنقل معرف شخصيتك داخل اللعبة وتختار الصورة المناسبة لك. هنا طبعا يتوفر مجموعة كبيرة من الصور، تستطيع اختيار الصورة التي تعبر عنك. هذا يعتبر نوعا من أنواع التخصيص. بعد ذلك تدخل إلى اختيار شعار الشركة، تستطيع أيضا اختيار أي شعار تريده لأنك سوف تؤسس شركة نقل خاصة بالشاحنات. بعد ذلك صديقي تضغط على موافق على كل شيء. يتم تحميل الخريطة أو يتم تحميل اللعبة. هنا الرصيد الذي سوف تبدأ به هو 10,000 يورو. لديك شاحنة واحدة هي المتاحة للشراء وسعرها 9,000 يورو هي التي تستطيع شراءها. بعد شرائها قم بضبط الإعدادات على حسب الحاجة الخاصة بك ثم انطلق مباشرة. هنا صديقي تستطيع دائما الضغط على زر لنقل الإعدادات، ثم سوف تجد قائمة بالمهمات الموجودة أمامك، مثلا نقل المازوت أو نقل لنقل الفيول أو البترول أو نقل بضائع أو شيء. وطبعا كل مهمة لها سعرها الخاص، والسعر يتم تحديده بناء على مدة الرحلة، على بعد المدينة، على نوع الحمولة، لأنه بعض الحمولات تكون فيها أخطر، مثل مثلا نقل المحروقات يكون فيه خطر كبير لأنه أي حادثة من الممكن أن تنفجر الشاحنة وتخسر المهمة وتخسر الشاحنة الخاصة بك وكل شيء. بعد اختيار المهمة الخاصة بك بطبيعة الحال صديقي سوف تذهب إلى الشركة أو المرآب الذي يوجد فيه لنقل الكونتينر أو الصندوق الموجود فيه البضائع، تقوم بقطره. طبعا حاول قدر الإمكان القيام بإنجاز مهمتك بدون حوادث أو بدون الوقوع في حوادث، لأنه بصراحة الحوادث قد تسبب لك الكثير من الخسارة. الآن ما هي هذه اللعبة صديقي؟ اللعبة هي لعبة محاكاة قيادة شاحنات واقعية متوفرة لأجهزة الآيفون وكذلك للأندرويد. تأخذك اللعبة في رحلة عبر أوروبا حيث تقوم بقيادة الشاحنة الخاصة بك، تقوم بتوصيل وتسليم البضائع إلى مختلف المدن. بطبيعة الحال كل مهمة ناجحة لك تقوم من خلالها باستلام الأموال. هذه الأموال تستطيع توسيع نشاط شركتك، تحسين الشاحنة الخاصة بك أو تغييرها، وكذلك التطور بشكل ممتاز داخل اللعبة. اللعبة فيها لنقول مجموعة من العوامل مثل تغير أحوال الطقس، كذلك القيادة بواقعية كبيرة جدا. كل هذا متوفر على اللعبة. اللعبة تتوفر على خريطة ضخمة صديقي. تحتوي اللعبة على خريطة ضخمة لأوروبا تضم 19 دولة و60 مدينة. كل هذا سوف تجده عندما تلعب داخل اللعبة، مما يعطيك تنوعا في أماكن القيادة وأماكن ممارسة نشاطك وتوسيع شركتك. كذلك اللعبة تتميز بتنوع الشاحنات، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الشاحنات المرخصة من شركات حقيقية مثل مرسيدس، فولفو، سكانيا وغيرهم. في اللعبة صديقي سوف تحصل على مهام متنوعة، يمكن لك القيام بمجموعة متنوعة من المهام مثل نقل البضائع الخطيرة كما قلنا قبل قليل، المحروقات، وكذلك نقل الحيوانات وقيادة شاحنات ضخمة من أجل توصيلها إلى أماكن معينة وغيرها. اللعبة يتواجد فيها نظام طقس واقعي، تتأثر اللعبة بالطقس الواقعي مما يضيف تحديا إضافيا للقيادة. كذلك اللعبة فيها تعاقب الليل والنهار، بمعنى سوف تقوم بالقيادة في الليل والقيادة في النهار وغيرها من هذه الأمور. وفي نهاية المهمة سوف تعطيك اللعبة إحصائية شاملة حول عدد الحوادث، ما خسرتها من مخالفات ارتكبتها، وكذلك عدد ساعات القيادة الواقعية التي قمت لنقول باستغراقها في الوصول إلى المدينة وتنفيذ المهمة. كذلك اللعبة فيها رسومات واقعية، تتميز اللعبة برسومات واقعية تجعلك تشعر وكأنك تقود شاحنة حقيقية. اللعبة لها مجتمع نشط، هنالك مجموعة من لنقول المجتمعات الخاصة باللعبة مثل صفحات الفيسبوك وغيرها، مما يجعلها لعبة لنقول ممتعة. طبعا طريقة اللعب هي طريقة سهلة، يمكن لك اختيار الشاحنة في بداية اللعبة. ستحتاج إلى اختيار شاحنة من بين مجموعة من الشاحنات أو مما هو متوفر كما شاهدنا في البداية. بعد ذلك يتوجب عليك القيام بالبحث عن المهمة. بمجرد حصولك على الشاحنة يمكن لك البحث عن مهمة، ستعرض عليك اللعبة مهام أو معلومات حول هذه المهام، حول نوع البضائع التي يجب نقلها ووجهة تسليم هذه البضائع والمكافآت التي ستحصل عليها. يتوجب عليك إكمال المهمة. بمجرد اختيار المهمة ستحتاج إلى قيادة شاحنتك إلى وجهة التسليم. تأكد من اتباع قوانين المرور وتجنب الحوادث. حاول القيام بالشراء شاحنات جديدة. بمجرد كسب المال من إكمال المهمات يمكن لك شراء شاحنات جديدة وتطوير شركتك.
ليس هذا وحسب صديقي، بل من خلال هذه اللعبة تستطيع استكشاف أوروبا. تتميز اللعبة بخريطة ضخمة يمكن لك استكشافها بحرية أثناء القيام بإنجاز المهمات، أو يمكن لك عدم تسلم أي مهمة والقيادة الحرة داخل اللعبة. طبعا اللعبة تحتاج إلى نصائح. إذا كنت لنقول هذه أول مرة تقوم بلعب هذه اللعبة، حاول صديقي البدء بمهام بسيطة. عندما تبدأ اللعبة من الأفضل أن تبدأ بمهام بسيطة حتى تتمكن من التعرف على قواعد اللعبة. كذلك صديقي كن حذرا عند القيادة، تأكد من اتباع قوانين المرور وتجنب الحوادث. صديقي لا تتسرع، من المهم أن تأخذ وقتك عند القيادة خاصة في البداية. كذلك صديقي حاول صديقي القيام باتباع او باستخدام خريطة الجي بي اس، ستساعدك خريطة الجي بي اس في العثور على طريقك الى وجهة التسليم. استمتع باللعبة، اهم شيء صديقي وانت تلعب حاول القيام بالاستمتاع داخل هذه اللعبة، والقيام لنقول عيش دور قائد المركبة او قائد الشاحنة، وكذلك لنقول تخيل انك بالفعل تعمل على شاحنة. لهذا صديقي لا تستهون بالمهمة الموجودة لديك، حاول كسب المال وجمع المال وتوسيع أنشطتك، لأنه في البداية كما إذا تذكرت في البداية قمنا بالعمل على إنشاء شركة. هذه الشركة نطمح إلى توسيعها، لربما يكون لديك مجموعة من الشاحنات ولنقول مجموعة كاملة من الشاحنات تستطيع قيادة ما تريد منها على حسب المهمة المتواجدة لديك. طبعا تستطيع الوصول إلى وجهة التسليم من خلال اتباع نظام جي بي اس، وتستطيع تغيير وضعية القيادة من هذه الوضعية التي تشاهدونها أو الوضعية التي كانت موجودة في بداية الفيديو على حسب ما تريد. أتمنى لك صديقي فرجة ممتعة في هذا الفيديو، وكذلك لنقل وقتا ممتعا داخل اللعبة. بطبيعة الحال إذا أردت تنزيل اللعبة يمكن لك نسخ اسم اللعبة من عنوان هذا الفيديو، وضع اسم اللعبة بعد نسخه من عنوان هذا الفيديو في مجرى التطبيقات، والقيام بتثبيت اللعبة. اللعبة مجانية تماما. شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو.